السلام عليكم. 5 أشياء مهمة وضرورية حتى تحافظ على صحة بشرتك خلال شهر رمضان. النصيحة الأولى والمهمة، لازم تستخدم الواقي الشمس ضروري. إذا أنت تعرضت للشمس وكنت صاحب دوام أو كنت مثلا صاحب عمل أو موظف أو غيرها وتعرضت للشمس، لازم تستخدم واقي شمس ضروري مهم حتى تحافظ على صحة البشرة، ويكون حسب الشركة اللي أنت تختارها. لازم تستخدم كريم مرطب، ويفضل المرطب أن يحتوي على نسبة من الهايلورونيك أسيد، سواء كان كريم أو سيروم يحتوي على نسبة من الهايلورونيك أسيد موجود عندك ضمن الكورس العناية الخاص بك، حتى ينطي ترطيب كثيف للبشرة. والشغلة الثالثة والمهمة أيضا، لازم تعمل على ترطيب منطقة الشفاه، لأن هاي المنطقة راح تعاني من جفاف شديد، فبالتالي الترطيب لها يكون ضروري. والشغلة الرابعة والمهمة، بعد الإفطار مباشرة لازم نكثر من شرب المياه بكميات كبيرة حتى نعوض النقص اللي صار عندنا صباحا. والشغلة الخامسة والمهمة، لازم نقلل من أكل الحلويات، وخاصة خلال شهر رمضان ما شاء الله الحلويات بكثرة راح تأكلها، فلازم نقلل من أكل الحلويات، لازم يكون بصورة معتدلة. إن شاء الله يا رب الصحة وعافية. تحياتي لكم، صيام مقبول وإفطار شيء. تحياتي.